مشاهدينا اهلا بكم. زياده سنويه لاصحاب التامينات والمعاشات وتطوير دور المسنين والايتام وتوفير التمويل للمراه باقل الشروط والضمانات لاقامه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وايضا سيتم العمل على مواجهه الفقر وخلق مصادر دخل للاسره ومنع التسرب من التعليم وتوعيه الاطفال بمخاطر الادمان ووضع ضوابط لهم على استخدام الامن للانترنت ودمج الاطفال ذوي الاعاقه في المجتمع. هذه أبرز أهداف وزارة التضامن الاجتماعي الجديدة والتي كشفت عنها الوزيرة مايا مرسي في بيانها أمام اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة. فما تفاصيل هذه القرارات والأهداف وكيف تعمل الوزارة على تطبيق كل هذا؟ كل التفاصيل كاملة نستعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. الحقيقة أنه دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ألقت بيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وكانت قد كشفت في البيان عن أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، أيضا توفير الحماية للفئات محدودة الدخل والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم للمجتمع وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا. وكما أنها نوهت أن ذلك يأتي مع مستهدفات رؤية مصر العام 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة. أما عن خطة عمل وزارة التضامن وأهدافها، قالت أن لديهم خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، وأشارت إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية، كما يجرى العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، طبعا هذا كله لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع جميع الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة. أيضا تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات والإكثار من الحضانات من عمر يوم. ونوهت دكتورة مايا في أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة. مشاهدينا، أيضا من ضمن أهداف الوزارة تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج التحويلات المصرية المشروطة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة في صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم وإقرار قانون الضمان الاجتماعي نظرا لأهميته لرقابة هذا المجال. كما أنها كشفت عن بشرى سارة تخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهي أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن أو على 15% وتحديث وتطوير نظام المعلومات وزيادة منافس تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، كما سيتم إنهاء التعامل الورقي نهائيا. هذا كله لتحسين الصورة الذهنية للهيئة وتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل جميع فئات المجتمع، أيضا فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري. وأكدت أيضا تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أيضا استمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام. كما أنه سيتم العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال لاستخدام الأمن للإنترنت وتبني سياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، أيضا العمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
ايضا من ناحيه اخرى كان قد شمل قانون المعاشات الجديد الزام الخزانه العامه بسداد مبلغ 160 مليار جنيها سنويا للهيئه القوميه للتامين الاجتماعي لمده 50 عاما، ويزداد هذا المبلغ بنسبه 5% مركبه سنويا مقابل تحمل الهيئه كامل التزامات الخزانه العامه الحاليه والمستقبليه ايضا في المعاشات القائمه وزياده المعاشات السنويه. وتواصل الحكومه للسنه الرابعه على التوالي سداد المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل سنوي منتظم. وخلال 55 شهرا قامت الخزانة العامة بسداد 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55 شهرا لتوقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمين المتراكمة عبر 50 عاما. ودعونا نوضح أن من خلال هذه المستحقات تستطيع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات. وبنهاية العام المالي الماضي لعام 2023-2024 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو الحالي دعمت الدولة منظومة المعاشات ب 202 مليون جنيه، وأكدت الحكومة أنها مستمرة في دعم المنظومة بحلول عام 2050 والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ستكون الحكومة ممثلة في طبعا وزارة المالية قد سددت كل المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وأيضا المعاشات والتي تبلغ قيمتها نحو بما يقارب 46 تريليون و 478 مليار جنيها وفقا للقانون. تقر الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المتعلقة بمستحقات صندوق المعاشات فضلا عن نص القانون على وجود فوائد على التأخيرات التي تقوم بها الوزارة وزارة المالية المتعلقة بالسداد. وقد تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 زيادة المعاشات والتي تصرف ل 13 مليون مستفيد، وفعل هذا البند منذ شهر مارس الماضي وذلك في إطار الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتي من بينها أيضا إعداد تقديرات الموازنة للتضامن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214 مليار جنيه خلال 2024-2025 منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة. وكان قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس لعام 2024 بنسبة 15%. وجاء في هذا القرار انه يقصد بالمعاش الذي تحسب على اساسية زيادة المجموع المعاش المستحق صورة الكترونية لصاحب المعاش والذي يضاف اليه من زيادات حتى يوم 29/2 لعام 2024، وان الزيادة المستحقة لصاحب المعاش ترتبط بنسبة 15 او ما يكمل مجموع المستحق له من معاش واعانات وزيادات الحد الاعلى المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة رقم 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29/2 لعام 2024. كما لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقمي 166 لسنة 2022 ورقم 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها التي تستحق خلال الفترة من 1/3 لعام 2024 حتى 30/6 لعام 2024 وفقا للضوابط والأحكام السابقة اعتبارا من تاريخ المعاش. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، نشكركم على طيب المتابعة. كنت معكم ملك ريان، شكرا لكم وإلى اللقاء.